شهر رمضان اللي به صيام وقيام، بقراية القرآن نحيي ليالي، بقراية القرآن نحيي ليالي. يا مرحبا يا ضيف غايب من العام، واليوم زايرنا عسى الله يحييه، ضيف كريم وزادنا عز وكرام، كل شعوب المسلمة رحبت فيه. شهر رمضان اللي به صيام وقيام، بقراية القرآن نحيي ليالي. شهر رمضان اللي به صيام وقيام، بقراية القرآن